مشاهدينا، وللحديث عن أسباب توقيت تصريحات المتحدث باسم الصدر بشأن سرقة مصفى بيجي بالتزامن مع تفاقم أزمة الوقود في البلاد، معنا من إسطنبول عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل. مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا بحضرتك، مرحبا. سيد بهاء، لماذا تأخر مقتدى الصدر كل هذا الوقت للأفصاح عن من يقف وراء سرقة مصفى بيجي؟ ماذا يعني هذا الاعتراف بهذا التوقيت؟ تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. موضوع مصفى بيجي وتفكيك مصفى بيجي والطريقة التي تفكك وسرق بها لا تخفى على أي مواطن عراقي. جميعا شاهدنا طريقة التفكيك والنقل من بغداد إلى البصرة ومنها إلى منفذ الشلامشة، وقسم من معدات النقل إلى إيران، وقسم بيعة السوق السوداء، وقسم بيعة على شكل مزادات للخردوات اللي هي مخلفات الحرب عام 2014. التصريح الذي صدر يوم امس عن المقرب من الصدر صالح محمد العراقي يثبت بان هنالك ملفات فساد يحملها كل طرف ضد الاخر. قسم من هذه الملفات التي ممكن ان يستخدمها لاثاره الراي العام ضد الطرف الاخر، وهذا ما فعله مقتدى الصدر في تغريدته يوم امس، وذكر بها انه مصفى بيجي من قام بسرقته او لمح الى من سرق مصفى بيجي بالاشاره الى الميليشيات المتنفذه، وجميع يعلم الجهه التي سرقت مصفى بيجي، لكن هي حركه سياسيه الهدف منها فضح الطرف الاخر اللي هم جهه الاطار التنسيقي والميليشيات، ومحاوله لاحراجهم امام الراي العام او امام جمهورهم بدرجه الاساس حول موضوع المصفى والسرقات التي تحدث من خلال الميليشيا. طيب يعني سيد بهاء، امام هذا الاعتراف هل يمكن اعفاء الصدر من المسؤوليه عن سرقه مصفى بيجي؟ وهل هذا الاعتراف هو بهذا الاعتراف يقدم نفسه كمخلص ومنقذ للبلاد من سطوه الفاسدين بذات الوقت، طالما على لسانه قال لن تتشكل حكومه طيله السنوات السابقه الا بموافقته؟ بالتاكيد هو لا احد يستطيع التنصل من المسؤوليه. انا ذكرت في احد اللقاءات قلت بانه حكومه عادل عبد المهدي اساسا اللي هي كانت سبب انطلاق او شراره ثوره تشرين كانت جاءت بتوافق بين سائرون وكتله هذا العامل في ذلك الوقت. يعني الحكومه اساسا اللي تسببت في مآسي وصلت حد الانفجار في الشارع في 2019 هي اساسا جاءت بتوافق بين هذا العامل والتيار الصدري. هذه الآن محاولة التنصل من المسؤولية أعتقد هو أمر صعب جدا، لأنه كثير من الوزراء، كثير من المسؤولين، مدراء العامين المتهمين بالفساد بشكل أو بآخر هم متهمين إلى التيار الصدري. مشكلة التيار الصدري أنه ليس حزب، هذه مشكلة التيار الصدري. يعني مجرد أنه شخص يتهم بالفساد بإمكان التيار التبرؤ من عنده ويذهب الموضوع إلى أنه مجرد تقليد عقائدي يعني جهة معينة. هذه مشكلة العراقي أو الشارع العراقي مع التيار الصدري، محاولة يعني لا يستطيع أحد أن يثبت عليهم التهمة. بإمكانهم أن يتبرؤون من أي شخص لأنه هو ليس حزب، وبالتالي ليس هناك أسماء وانتماءات واضحة وصريحة. يعني لما شخص من حزب ثابت ممكن أن يتهم بقضايا فساد، الحزب اللي تابع له لا يستطيع التنكر بانتماء الحزبي، لكن التيار الصدري يختلف، هو تيار عقائدي لم يصل إلى درجة الحزب، لم يصل إلى درجة الحركة، يعني بالسياقات المتبعة بالأحزاب. لذلك بإمكان بكل بساطة التبرع من الشخص المتهم بالفساد، وبالتالي يعني يحاولون أن يبعدون نفسهم عن شبهات الفساد اللي تجري من خلال أشخاص يدعون أو هم فعلا منتمين إلى التيار الصدري. نعم، 7 أعوام على الصمت على تفكيك مصفى بيجي وبيعه كمخلفات حربية، وفي ظل تقاذف شركاء عملية سياسية للاتهامات فيما بينهم، لماذا لم يدركوا أهمية مصفى بيجي للعراق وللشعب العراقي وللعراقيين، وخصوصا أنه أصبح العراق يضطر إلى استيراد المشتقات النفطية ولديه مصفى؟ يعني أهمية هذه المصفى لماذا لم يدركوها أو يحافظوا عليها؟ هي حالة من كأنما اتفاق على تدمير البنى التحتية العراقية.
يعني لو نجي مثلا موضوع الكهرباء، ابسط مثال انه كل الحكومات المتعاقبه من 2003 ولحد الان ركزت على موضوع انشاء المحطات الغازيه، مع ان العراق لا يمتلك غاز. نعم. يعني كانت عندنا محطات تعمل بالنفط الاسود، هذه المحطات تم الغائها. الان كل المحطات اللي تجي يتم بناها هي محطات غازيه، والعراق لا يمتلك غاز، لذلك يكون مجبر على استيراد الغاز من الجاره الشرقيه باسعار تفوق المعروف في السوق العالميه. ايضا موضوع المشتقات النفطيه، العراق 14 مصفى حتى الان غير قادره على تغذيه السوق المحليه، يعني 1,400,000 لتر اليوم، هذا رقم كبير، اضافه الى انه الاجواء الحاره الان تتطلب زياده من بانتاج الوقود بسبب المولدات الاهليه والمولدات المنزليه واستهلاك الكثير، ايضا كثره السيارات، العدد هذا الغير محسوب اللي لا تتحمله لا شوارع بغداد ولا البنى التحتيه اللي موجوده في كل المحافظات. عدم وجود غطاء نباتي ايضا وحزام اخضر يرفع الحراره اكثر ويتطلب مشتقات نفطيه اكثر. كل هذه تزيد من استخدام الوقود، طيب اذا انت ما قادر توفر وقود الى شعبك، يجب ان تجد بدائل، هذه البدائل هي بانتاج مصافي للتكرير، انت لماذا تروح تستورد من دول اخرى وعندك الامكانيات وعندك الاموال، انه هذه الاموال اللي تستورد بها وتدعم المنتوج بامكانك انه تبني بها مصافي، هذه المصافي يعني تجنبك موضوع الاستيراد، تجنبك موضوع الشراء النوعيه الرديئه اللي قاعد تجي، كل البنزين مثلا والغاز اللي قاعد يجينا من ايران هو نوعيه رديئه جدا، يعني حتى يسبب مشاكل للسيارات وبالتالي مشاكل للمواطن، مشاكل ايضا صحيه للمواطنين. وصحية للمواطنين. طيب هنا سيد بهاء، يعني وزير النفط الأسبق عصام الشلبي أكد أن حجم الأموال التي صرفت على استيراد المشتقات النفطية بعد عام 2003 تكفي لبناء 20 مصفاة من النفط والمشتقات النفطية، بدلا من أن تصدر أو بدلا من أن يستورد العراق كل هذه الكميات في كل سنة. نعم هذا كلام صحيح، لأنه هذه الأحزاب لم تأتي لبناء العراق، هذه الأحزاب جاءت لتدمير العراق، تدمير البنى التحتية العراقية، وضع العراق في خانة المحتاج لكل الناس. وبما أنه الميليشيات مسيطرة على مفاصل الدولة بالكامل، فكل شيء يتم استيراده من إيران، كل شيء يتم استيراد الغاز النفط والمشتقات النفطية والكهرباء والمواد الغذائية وكل شيء، كل متعلقات المواطن العراقي يتم استيرادها من إيران لتقوية الاقتصاد الإيراني وتدمير الاقتصاد العراقي. هي هذه وظيفة الأحزاب المدعومة من إيران، هي وظيفتها تدمير العراق، ليست يعني ليس من صميم عملها أنه تبني، هي صميم عملها أنه تهدم، وهذا اللي تفعله صار لها 19 سنة. لا نتوقع أن يمسك السلطة حزب يقوم ببناء العراق وهو بنفس الوقت تابع لإيران، لا مستحيل، هذا شيء من الخيال، يعني هم هدفهم تدمير البنى التحتية العراقية. في آخر سؤال عفوا، هل ترى أن هناك علاقة طردية ما بين تأزم الكهرباء والخدمات والماء والمنزين مع الصراع السياسي وحالة الانسداد السياسي بين الأحزاب على المناصب؟ نعم بالتأكيد، هي دائما هذه المشاكل أو الأزمات المفتعلة هي تحدث أثناء فترة تشكيل الحكومة. سابقا حتى موضوع انفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة أيضا كانت تحدث في فترة الصراع على تشكيل الحكومة والصراع على المناصب، وعندما يتفقون يعيش الشارع أجواء ربيعية، وعندما يختلفون يعيش الشارع أجواء المفخخات والسيارات المفخخة والأزمات، أزمة بنزين، أزمة كهرباء، أزمة يعني رواتب، كثير من الأزمات هذه هي كلها أزمات مفتعلة. حتى الآن موضوع أزمة البنزين، الجهة المتهمة باختلاق أزمة البنزين هي الميليشيات اللي تعمل على تهريب المشتقات النفطية إلى كردستان ومنها إلى دول الجوار، وهذا أيضا ينصب في موضوع تهديم البنية التحتية العراقية والتي تعمل عليه تلك الميليشيات. هذا هدفهم واضح. شكرا لكم السيد بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.